لما هاد الولد له ابو ايه؟ ممكن يا يامن تهدى عشان اعرف ادرس. ماشي، بس بجد مين ابو هذا الولد؟ اي ولد المرسوم هان، ولا بيكبر ولا بيطول، من اول فصل هو هيك. مش عارفة يا يامن. وين راحت؟ هل رأيت التفاحة التي كانت في الثلاجة يا يامن؟ لا ما شفتها. طيب وين راحت؟ مش عارف، يمكن طلعت من الثلاجة وراحت مشوار. اروح ادورلك عليها. يامن خلص اعترف، هذا المشوار في معدتك. بتعرفي موضوع تعبير حلو، رحلة التفاحة إلى المعدة، أو التفاحة تمشي إلى معدتي. ما تجننيش. ماشي هحكي لك، بس بدون ما تزعلي مني. أنا أكلت آخر تفاح. ولماذا لم تقسم التفاحة إلى نصفين وتخلي لي النص الثاني؟ أنا قسمتها لنصين وأكلت النص الأول، عشان أنا زاكية كتير أكلت النص الثاني. أكلت النص الثاني. أنت تعرف أني أحب التفاح كثيرا، لأنه مفيد جدا، ولأنه يساعدني على التركيز. وأنت أخذت آخر تفاحة، وأنا خبرت ماما تشتري تفاح الصبح وما جابت، وأنا كمان مش عارفة أحفظ الدرس لأن التفاحة صعبة، قصدي القصيدة صعبة، وماما ولا على بالها. بنتي يا لما، كل هذا عشان تفاحة؟ يا أمير. نعم. وين لما؟ شكلها راحت لدار عمي عند زينة. طب روح ندلي إياها ضروري. حاضر. مرحبا. ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ بعمر. شو بتعمر؟ بفك في الراديو الخربان، اصله بطلعش صوت. بتعرف انا بحكي انه السماعه خربانه. اسمع خليني اعمل معك، يمكن نعرف وين الناس اللي بتحكي جوا الراديو. يلا يلا. يلا. الناس اللي وين؟ اللي جوا الراديو. أكيد نسيت أمك يا لما، تحصل في أحسن العائلات. عادي. عادي؟ لا ليس عاديا، هي تعرف أني أحب التفاحة جدا، وبعدين يامن استفززني. طيب ليش ما رديت عليها لما نادتك؟ لقد تسرعت بس ما جابت لي التفاح. طيب مرة من المرات يا لما، ماما راحت على السوق وطلبت منها تجيب لي مشط جديد، ولما روحت من السوق ما جابت لي اياه، ويميتها زعلت كتير. وشو صار بعدين؟ قالت ماما إلي انه ما كان معها فلوس كتير عشان اجيب لي اياه، وقالت لي بكره رح اجيب لك اياه بشرط ما اتسرع تاني مره. طيب شو عملتي بعديها؟ اعتذرت لماما كتير وخبرتها ما رح اتسرع تاني مرة، وقالت لي قبل ما تعملي او تحكي اي شي يا زينة تفكري. وقالت لي انا وبابا موجودين في البيت عشان تكونوا انت بخير، ونجيب لكم اللي بتحبوه عشان نكون كويسين في البيت وفي المدرسة. هدول سماعات صح؟ سماعات. شو هاي؟ مش عارف. مال هادي لحالها؟ مش عارف. طب شو هاي؟ مش عارف. وهاي؟ هاد عارفه، هذا ماتور. ليش هيك بتحس هيك كله داخل ببعضه؟ زحمة. صحيح، توي قبل ما انت تيجي اختك لما مرقت من هين، ولا قالت مرحبا ولا حاجه. انا عارف على لما.
صحيح، امي كانت نادى عليها، بتروح اناديها. على اذنك سلام. لا انا مشان امي. امي يا لما تسال عنك ومعصبه كتير لانك ما رديتي عليها، وكمان انت ناسيه باب الثلاجه مفتوح، وامي زعلانه منك كتير. طيب مالك يا امل؟ هدي. اصله بعتتني امي قبل نص ساعه وانا كمان نسيت. شفت يزن في الحاره كان بيعمر بالراديو، قعدت اعمر معاه في الراديو. هيا نذهب الان نعتذر لماما، وانت لازم كمان تعتذر عشان اتاخرت ونسيت امي. اي اخويا، وكمان عشان اكلت نص التفاحه ونسيتني. استنى شويه، مش انت قلت ان يزن في الحاره بفك بالراديو؟ مظبوط. بابا بعته من ساعه عشان يجيب الاغراض من صاحبه، لهلا ما راح. مش عارف، بس هو في الحاره. تعال نشوف. سنيورا ميرسي. اهلا وسهلا. هاد بده مفكات صغيرة. أنا قلت لأبوي يجيب لي مفكات صغيرة، بدي أروح أشوفه إذا جابهم ولا لا. أنا وين رايح؟ أبوي قاعد عند عمه أبو إسماعيل. يمكن تسحبوا الناس اللي جوا الراديو. الناس اللي جوا الراديو؟ أو ربما ذهب ليحضر الأغراض. أو هيو إجا. مرحبا. مالك؟ أبوي زعلان مني كتير عشان ناس تجيب الأغراض اللي طلبها. شو بتستنى؟ روح جيبهم. صحيح، أنا شو بستنى؟ يلا هيا رايح. سلام. هيا نذهب لنعتذر لماما. يلا يلا. لما بستناك عشان نحفظ القصيدة سوا. حاضر، شوية وجاية. يلا مع السلامة. هو صاحب الإحسان والأفضال، وبادل يعطي الكثير معلما ومربيا بالقول والأفعال. صان العقول. شوفوا 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 شو هدول؟ هاي المفاكات الصغيرة اللي طلبتهم من أبوي، كانوا مع الأغراض اللي جبتهم. يعني بابا ما نسي يجيب لك إياهم. شفت؟ أنت نسيته بس هو ما نسيك. والله ما نعرف شو بدنا نعمل بدونه. ربنا يخلي لنا إياه ويحفظه. بروح أكمل علاج الراديو، قصدي تصليح الراديو. يلا سلام. سلام. يلا كملي. بدنا نعيدها من أول جديد. طيب ماشي. لا. هو صانع الإحسان والأذى. وين أنت؟ كنت بستناك، طولت كتير. طلع، أبويا جاب لنا الفكات الصغار. شوف شوف. خد شوف. صغار، يا الله عسكيهم. طلع، هات هات هذولا، وأنا مفكفك، أنا مفكفك من هنا وأنت فكفك من هنا. ماشي ماشي. فكفك مع هدول، فكفك هدول. الظاهر الناس اللي بتحكي جوا الراديو لما يخرب بيطلعوا على راديو تاني. يا مين؟ بدي اطلب منك هالطلب. تضرب هدول الاغراض عشان انا اصلا تعبان، بدي اروح انام. ماشي، بس قبل ما اروح بدي احكي لك هالسر. سر؟ شو هو؟ تحكوش لحدا. مش حق لحدا. فيش ناس ساكنين جوا الراديو.